بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين ننزل الأورينت دي بي، تمام؟ أولا لازم تكون نزلت الجافا جي دي كي، لابد من الجافا جي دي كي تكون نزلت، تمام؟ فيرجن هنا 15، لو أنت بتنزل بعديها بفترة ده تسجيل الفيديو ممكن بقى 16 بقى حاجة ما تفرقش، تمام؟ المهم إن الجافا تنزل، لأن الأورينت دي بي أصلا مبنية على الجافا، تمام؟ فأنا قلت أورينت دي بي دوت أورج، ده السايت بتاع الأورينت داتابيز، تمام؟ دخلت على الاورينت بي. طبعا بعيد عن ان احنا نتفرج، طبعا في الجراف اديتور وفي الاستوديو كويري وفي الكوماند لاين كونسول وفي فيها شغل حلو كتير. انا هعمل داونلود ليها الاول. قال لي طيب الاورينت بي دلوقتي 3 فيرجن 3، ممكن تنزله بقى على يعني مايكروسوفت ويندوز لينكس ماك اي حاجه يعني زي ما انت عايز. ماشي، هنزل ويندوز. هيبدأ يقول لي انا هنزل الايه 3.1.5، قلت له اوكي، هيبدأ ينزل، تمام. نديله فرصته ينزل، مفيش مشكلة. احنا مفترض ان احنا هنا اهو هيبدأ ينزل دلوقتي. لما يخلص الداونلود نكمل ان شاء الله. لاحظوا طبعا ان هي يعني كداتابيز حجمها خفيف جدا، يعني مش مكملة 60 ميجا، ده الاصل بتاعها، اصل الداتابيز انجن يعني بدون ادوات مساعده ولا حاجه. بتكلم على الداتابيز انجن ذات نفسها بسيطه جدا وخفيفه جدا، يعني رغم ان هي بتعمل شغل جبار جدا جدا. طب على العموم ازاي بنشتغل عليها الداتابيز دي؟ اول ملف يكمل هينزل لي هنا، مطرح ما انا قلت له انزل هنزل اهو. انا هاجي اقوم عامل ايه الاول؟ هعمل كليك يمين واقول له اكستراكت الاورينت داتابيز، تمام. هيبدا اكستراكت الايه الداتابيز بتاعتك اهي بالفيرجن، ايا كان الفيرجن ما بيهمنيش قوي، لان الفروق اللي بتحصل في الفيرجنز ما بتبقاش طفرات. هتلاقي نفسك ماشي ان شاء الله، حتى لو اختلف الفيرجن شويه مش فارق يعني، تمام، الا ان يحدث طفره معينه في الفيرجن يعني. طيب على العموم ادي الايه الاورينت بي، انا حتى هشيل حتى الفيرجن خالص، انا اورينت بي وخلاص كده. انا دلوقتي الفولدر موجود، ادي الايه حاطط برضه الفيرجن جوه، معلش. طيب ادي الايه الداتابيس دي كده السيستم بتاعي اهو، تمام. انا حتى كنت مش عايز انا احطه بفولدر جوه فولدر جوه فولدر، برقم جوه فولدر من غير رقم، مش عايز انا اللخبطه دي. انا بس عايزها ايه يعني جوه سوفت اورينت بي على طول. وادي الايه الفايلز عشان اشغل ده. طبعا الفولدر ده بقى فاضي ملوش اي لازمه، ديليت الكلام ده. انا جوه بن، تمام، جوه بن. ادي الايه ادي المكان المفترض الرسمي ان انا هرن منه. هرن ازاي؟ من فايل كده ومفاتح الباور شيل بتاعتي از ادمنستريتور، او يعني افتح السي ام دي واقوم جايب ادي المسار بتاعي ايا كان الوضع يعني باي اسلوب. ممكن افتح من هنا كده، بس انا هفتح من هنا عشان طبعا الخط بس متظبط. فانا طبعا ادي المسار بتاعي، فانا هعمل بس سي دي واقوم مديله المسار عشان يبقى اتحول على المسار ده. خلاص هو بقى جوه سي يوزرز عادي، ديسكتوب بايثون كذا سوفت اورينت بي بن. هو الوقت كده جوه المكان الرئيسي. طيب عشان اشغل اقول ايه؟ اقول بسم الله، اقول نقطه سلاش كده ناحيه اليمين، واقوم نادي على فايل اسمه سيرفر دوت بات. ده اللي المفروض اللي بيقوم الايه السيرفر بتاعي، تمام. ايه سلاش ناحيه الشمال، سوري، عملت سلاش ناحيه الشمال. تلاحظوا ايه اللي عمله لي؟ طلع لي ادي اللوجو بتاع الاورينت اللي هو الحاجه اللي عامله دي كده، وكتب اورينت دي بي هنا www.orientdb.com، واداني شويه معلومات عن الاوبريتنج سيستم بتاعي وحاجات كده مش عارف ايه وشويه انفو على الاورينت دي بي سيرفر، والميموري بيظبط، وجافا فيرتشوال ماشين بيظبط يشوف هي فين، ومحتاج اورينت بي راننج اوتسايد مش عارف كونتينر ايه، وعمال يديني. طلع لي مسج سكيورتي اليرت على ان هي هيوبن جي دي كي بلاتفورم لايبراري على اوركل كوربريشن على جافا هترن ومش عارف ايه. قلت له ما ترن وماله؟ قلت له عامل الاو اكسس، تمام. وقال لي ايه وورنينج فيرست راننج ايه وهكذا، وانت دي اول مره تستخدم فيها السيرفر از راننج، اكتب بقى باسورد الاختيار بتاعك على اليوزر اسم روت. خد بالك بقى يبقى في يوزر اسم روت هيبقى الرئيسي، او سيب الباسورد فاضي عشان يبقى اوتو جنريت. قلت له اوتو جنريت ده صعب عليه.
والكلام ده كله. قلت له ماشي. طيب انا دلوقتي طبعا، وبيقول لي برضو عشان تسيبك من المسج دي، سيت انفايرمنت فاريبل اور جي بي ام سيتنج اورينت اندر اورينت بي اندر سكور روت اندر سكور باسورد تو الروت باسورد اللي انت عايزه لو انت عايز تغيرها. قلت له لا لا، هنا روت باسورد. قال لي يا عم انا الروت باسورد بتاعك بلانك اوتو جنريتد ات. تمام. قلت له لا، انا مش محتاج ده، انا هكتب مثلا باسورد سهل مثلا. خلاص كده مثلا، طبعا قلت مثلا ايه، هكتب باس بس، خلينا كده باس. هيقول لي كونفيرم، قلت له باس. تمام. هيكريت لي بقى الايه، هي انستول دايناميك بلجنز خاصه بالجار فايلز الخاصه اوريدي. طبعا لو الجي دي كي في اي مشكله او الجافا مش قايمه صح او اي حاجه، مش هتقوم اصلا ان كله قايم على الجافا يعني. تمام. عمل انستول دايناميك بلجنز وكلام زي كده، وباسورد اوثنتيكيتور وسيرفر مش عارف كونفيجريشن ايه، وطبعا الكلام ده كله بيحصل في بدايه اول مره سيت اب يعني. تمام. وهنا قال لي مش عارف ايه، اوثنتيكيت كلاينتس تو اكزكيوت اني كايند اوف مش عارف ايه انفو ان الاورينت بي ستوديو افيلابل على العنوان الفلاني. طيب هنشوف دلوقتي العنوان الفلاني ده. تمام. مديني هو باث عنوان و انفو ان الاورينت ذا بيست سيرفر از اكتف على فيرجن كذا كذا. تمام. وبيلد على كذا 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 وسيرفر وكل حاجه جاهزه وسابني كده خلاص كده. طيب لو انا رحت قمت واخد العنوان اللي هو كان كاتبه لي، قمت حاطه في هنا اهو، مديني كده عنوان اللي هو الدهوني، انا دخلت على ده. تمام. قال لي 192 168 56 دوت 1 ومديني بورت 2480 استوديو على اندكس اتش تي ام ال ودخلنا. تمام. قال لي ادي الاورينت داتابيز بتاعتك. تمام. عشان تشتغل عليها. حلو جدا. قال لي اولا انت بتشتغل على ديمو داتابيز، دخل يوزر نيم، دخل الباسورد بتاعك. تمام. طبعا هنا ممكن كريت نيو داتابيز، هنا امبورت بابليك داتابيز، هنا تدروب وتسري داتابيز، هنا كونكت. قلت له طب ما تيجي نكونكت على روت، واحنا كنا داخلين الباسورد بس. تمام. قلت له كونكت. تمام. بيويت وعمل معايا ايه؟ عمل معايا كونكت زي ما انتم شايفين، وادي ان انا براوس، وادي السكيمز اللي موجوده عندي ادي السكيورتي، ادي الحاجات الخاصه بالسكيورتي يعني، الجرافس اللي موجود عندي لو عندي جرافس، طبعا ما عنديش لسه اي شيء، والفانكشنز لو انا عندي فانكشنز، والداتابيز اللي عندي. طيب كده هو الراجل جاهز معايا ومنتظرني ان انا اشتغل ان شاء الله. طبعا ده ملوش علاقه بالانترنت يعني، انت حاليا كده ران على اللوكال يعني، حتى لو الاي بي هنا مش عارف ايه ما يهمكش الكلام ده كله يعني، انا فاصل الانترنت زي ما انتم شايفين هنا اهو كده، لكن في نفس الوقت كل حاجه شغاله ومنتظره اني اشتغل. طبعا اورينتد بي لما بتخش عليها، طبعا هي طبعا احنا منزلين الكوميونتي اديشن، خلاص الكوميونتي اديشن بتاع الاورينتد بي، طبعا ما فيش انترنت كده. عملنا سيت اب وعملنا انستول ورنينا السيرفر ورنينا الاستوديو بتاع الاورينتد بي، وجاهزين ان شاء الله ان احنا نشتغل عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.